يريد على أمل، على أمل المهمة والمهمة المستحيلة، مستحيل مستحيل يا العميد، مستحيل. يا سلام يا سلام، سلم يا سلام على الأهداف الجميلة. كرة تنقل الآن لفريق الشرطة، تغيير اللعب للجهات البعيدة، ممكن الآن مهند علي يحاول ينطلق بسرعة، ينطلق بسرعة مهند علي، مهند علي، مهند علي، مهند علي، خطيرة على مرمى فريق النفط، يتلاعب، هدف مارادوني، مارادوني لمباع مهند علي، ميمي ميمي ميمي، الله 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 الله، لاعب رائع رائع جدا 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 اللاعب مهند علي، ويسجل هدف مارادوني في مرمى نادي النفط بهدف رائع، يصنع هدف ويسجل هدف، هدف روعة 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 من مهند علي، يتلاعب بخط الدفاع لفريق نادي النفط ويسجل هدف ثاني فريق الشرطة. لاحظ انطلق من منتصف الملعب، مر مر مر، لاحظ المرور لمهند علي، مر من الأول، مر من الثاني، ومر من الثالث. خطيرة للفيصلي، خطيرة للفيصلي، يحاول المراوغة هنا، هاتف خطيرة، يعود في الخلف لإحسان، إحسان يعود العدول، لا 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 لا، عندما تتأزم الأمور بالفيصلي ما لها إلا بهاء، ما لها إلا بهاء، تسديدة ولا أروع، صاروخية مجرجة تهتف باسمه، ملاعب تعرف تاريخه، ملاعب تعرف تاريخه، تسديدة اللاعب بهاء عبد الرحمن، وهنا الجماهير التي تهتف باسم اللاعب بهاء، هدف ولا أروع. شاهد هنا أحمد العرساني الذي دخل قبل لحظات، وهنا إحسان في ضيع فرصة، لا تضيع، أوه هدف، سلام يا شيكر، أين كنت؟ أين كان أخلك في هذه اللقطة؟ ولكن هذا الهدف من أروع ما يكون وأروع ما شاهدنا منذ انطلاق الموسم. الاحتفالات ما زالت متواصلة بمئوية الترجي، أدمر جيب، خطير الكرة، أدمر جيب، الهدف الأول، والهدف الأول لصالح الترجي، ممتاز جدا هدف أدمر جيب. جاب المفرد ولعب الترجي ثم يسدد مباشرة في شباك الحارس، خايف اليمن انتظار الإعادة، يعني خدا وحده يعني الكرة، جاب المفرد لوادي يعكسها، وادي لا والله لعبها في المرمى، مش ممكن يا جبسكي، مش ممكن أبو جبل، وكأنه أصبح في كل مباراة لازم هدف من نص الملعب، الأهداف العالمية تتكرر من جديد في شباك سموحة الزرقاء، هدف عبد الله السعيد مع بيراميدز يتكرر مرة تانية لكن بألوان العلم الفلسطيني، بمعرفة محمود وادي بقدم يمنى دقيقة وحساسة جدا، إيه الدقة دي؟ بالرحمة بالصوت سويفا، جول.
شوفي الاهداف قبل شيء الجيش الملكي يعود رفقة بولال يظهر هلال جديد يظهر افق جديد تصويبه من مقاس ينس في مرمى الحارس النادي من الكرة إلى أنور ديبة هجوم تقدم ممتاز لا فاتح له في اليسار الآن المتقدم محمود سعد يحاول يسيطر على كرته ينقلها بالكعب يا حبيبي خطيرة الله الله على الخريطيات الله على النقلات الله على فالنتين يا سلام على نادي الخريطيات الذي يسجل أول الأهداف شوف معاي شوف ديبة شوف ديبة بالكعب فرهم كلهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سلام يا مبدع يا حبيبي يا لعيب لمحة ولا أروع لمحة رائعة فنية جميلة جدا وهدف التي حدثت آخر فوز اتحادي على الأهلي في 2012 الله الله